يواجه منتخب بلجيكا منتخب فرنسا في الجولة الرابعة من الدوري الأمم الأوروبي. لكي تشاهد معنا المباراة مع أفضل الضغط بزر دايوك لسراب الغنيت، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المصطفى للمباراة ملعب استاد غوامودين ببريكسيل في تم الساعة 7:45 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 بكل من توقيت السعودية وقطر والإمارات. وسوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت 1 و2 الناقل الحصري للمباراة. تعيون البث في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية التراس على الكل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وأضرب لكم مواعيد في موعد قادم.